السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كريما. معاكم أم سارة، وإن شاء الله النهاردة هنوريكم إحنا عملنا إيه. إحنا عملنا دول كل الفوانيس دي أنا اشتغلتها بالترتيب، أنا مرقماهم طبعا، أنا مش فاكرة وصلنا للموديل رقم كام. لو عدينا هنقول مثلا ده واحد، هنوسخ أخد الكيسة أحط فيها على طول عشان ما يتوهش مني. اتنين تلاتة، هو ده انا، هو ده يعني مثلا لو هو عندي مقاس 6 انا اشتغلته معاكم 8، وقلت لك ولو هو عندي 8 اشتغلته 6 وقلت لك الوزن ده قد ايه وده قد ايه. كده 3 المربع اهو، كان عندي 6 وعملته 8. 4 العواميد، 5 القمر ده، شايفين جميل ازاي، 6 7 8، انا متاكده ان انا اعمل اكتر من كده بس انا ناسي، 9 كلهم زي بعض اهو، الشمع فانوس الشمع ده حصري، 10 وده هنقوله يبقى تقريبا 11 تقريبا، بس في الغالب انا عامله اكتر من كده. طيب يلا نكمل اللي لسه ما عملناهوش. هرد على التليفون، شركه بتكلمني لحمامات السباحه، اللي هو يعني انتوا بتختاروا ازاي يعني؟ طب ما نركز شويه يا جماعه، حمامات سباحه مين؟ والله المستعان. دول كمان لسه ما عملتهمش، شايفين القمر الفانوس ده سهل جدا. يا بصوا انا الاسهل بقى، بدل ما نقعد نشتغل ورشه ونوجع دماغنا بقى ونوجع دماغكم وتقعدوا تستنوا ونشوفوا بنعمل ايه وما بنعملش ايه، الاسهل اقول لكم اعداد. احنا كده كده بفضل الله يعني خلاص، يعني كلنا بقينا محترفات بفضل الله، يعني مجرد ان انا هقول لك عدد هتعرفي تشتغلي، مش لازم اقعد واقول لك هنا هنربط كذا وهنا هعمل كذا وهنا هعمل كذا. طب يلا بينا نسمي الله. الفانوس دوت انا عاملاه بقالي كام سنه وانا بشتغله، فكرته ما كانتش في دماغي خالص حته ان انا احط له عينين وبق، وسميته فانوس المهرج. جت واحده انا مش مسامحاها ان هي بتاخد حاجه مجهود حد وهي تنزلها عندها، بتاخد يعني اخده اغلب الفيديوهات بتاعتي اخدها كوبي بيست عندها، يعني لدرجه ان انا حاسه ان هي حاطه هاند فري في ودنها وهي بتشتغل وتصور لكم الفيديوهات، حاطه الهاند فري واللي انا بقوله هي بتقوله. والله ما يهمني، وما دخلتش كلمتها اصلا، ام فلانه ام فلان ما دخلتش كلمتها ولا هكلمها، اللي يهمني الناس تستفيد. ممكن وارد جدا ان حد ما يعرفنيش وهيشوفه عن طريقها والثواب راجع لي برضو، احنا عايزين وجه الله ليس الا. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه متاح معاكي تربطي من تحت هنا العدد اللي انت عايزاه اللي هقوله لك، او تربطي من جوه. لو ربطتش من جوه هترجعي تشتغلي دي وبعدين ترجعي تعلي لفوق. طيب يبقى الاسهل ان انا اعد هنا في كام واحده واحطهم، 2 4 6 8 10. ال 10 هيديكي 5 دوائر على طول، لازم ال 10 دول لما هشتغل بعديها خماسي على 2 لازم هيديكي 5 خرزات اهو، جوه في 5 خرزات انا شايفاهم اهو، انتوا كده برضو شايفينهم ان شاء الله. طيب يبقى انا ربطت 10، ترتيب الالوان براحتك خالص، عايزه ترتبي زي ما انا عامله رتبي مفيش مشاكل. انا ربط 10 اسود وبعدين هشتغل خماسي على 2. اي فانوس ميداليه، اي فانوس ميداليه متاح معاكي انك تربطي العدد اللي جوه ده وتشتغلي تحت وبعدين ترجعي تعلي لفوق، او انك الاسهل اربطي تحت واشتغلي على فوق على طول، الطريقه اللي تريحك تشتغلي بيها. ربطت 10، الدور ده خماسي على 2، يعني احط 3 خرزات اول مره هيديني الدايره عددها 5 اهو، ومن الثانيه اللي قبل الاخيره الثلاثه دول هنقص منهم واحده يبقى هيحط 2، واخر مره هحط واحده. الدور اللي بعده رباعي على 1، يعني الدايره عددها كلها 4 مبنيه على خرزه واحده من تحت، يبقى اول مره هحط 3. انا الترتيب هنا حاطه اسود ابيض اسود، من الثانيه اللي قبل الاخيره هحط ابيض اسود بس 2، يعني ابيض واسود، الاخيره هحط واحده بيضاء وخلاص الدور خلص على كده. الدور اللي بعده هو في الغالب ده، هو ده اه، هو هو شفاف ومط الاثنين زي بعض. الدور اللي بعده هشتغل خماسي على 1، خماسي على 1 اول مره هحط، انا هنا حاطه ابيض بقى خلاص، هحط اول مره الاربعه كلهم ابيض، من الثانيه اللي قبل الاخيره هحط 3 3 3 3 ثلاثات يعني، اخر واحده هحط 2 بس. الدور اللي بعده الدايره كلها هي عددها 7، ادي قافله على 2 وحاطه فوق 1 2 3 4 5، يعني دايره عددها 7 قافلاها على خرزتين بس، يبقى اول مره هحط 5، من الثانيه اللي قبل الاخيره عشان ما نتلخبطش هحط 4، اخر واحده هحط 3. دايما القاعده الثابته عندي في شغل الخرز ان العدد الثابت
يبقى انا بثبت العدد اللي بحطه من الثانيه بشيل منه واحده، الاخيره بشيل كمان واحده. طب العدد اللي فيه تبادل زي الدور دوت، يبقى لا خلاص هنا بقى ما تقوليش بقى بثبت كذا وكذا، لا هنا لازم اشوف مطلوب مني ايه. مطلوب مني الغرزه السبعيه ديت في غرزه في النص لوحدها وفي خرزتين مع بعض ماسكهم واحده تحت. دايما نقول ونقول تاني، هعيد كمان مره، دايما كل اللي بيتعلموا معايا اقول لهم دايما علمي نفسك ان الخرزتين اللي ماسكهم واحده دول ما تشتغليش عليهم في النص، كانوا بينسوا. طيب نفكرهم بايه؟ الخرزتين دول، ده احمد وده محمد، دول اتنين اخوات ماسكين ايد بعض وامهم ماسكاهم هما الاتنين، اهي امهم تحتيهم. دايما علمي نفسك ان الاتنين اللي تحتيهم واحده ما بفرقهمش عن بعض، احمد ومحمد ما فرقهمش عن بعض، لو فرقتيهم امهم هتدعي عليك تبوظ لك شغلك. اتقي دعوه الام وخلي احمد ومحمد مع بعض ما تفرقهمش عن بعض. يبقى الاتنين اللي مع بعض هحط عليهم ثلاثة، أنا هنا حاطة اللون أحمر، هحط عليهم ثلاثة، يبقى قفلت غرزة خماسية لو هبدأ من الاثنين. طيب لو هبدأ من الواحدة، أنا هنا حطيت ثلاثة لأني معايا اثنين، لو هبدأ من الواحدة برضو التليفون تاني أشوف يمكن حمام السباحة اتعمل ومستنيني. لو أنا هبدأ من الواحدة للواحدة يبقى هحط أربعة. المطلوب مني إن أنا الدور كله هيكون خماسي مرة على واحد ومرة على اثنين بالتبادل. لو بديت من الواحدة يبقى هحط أربعة، وبعد كده هحط اثنين، بعد كده تلاتة اثنين، تلاتة اثنين وهكذا. لو بديت من الاثنين يبقى هحط تلاتة، وبعد كده برضو تلاتة، وبعد كده اثنين، وبعد كده تلاتة وهكذا. يعني المطلوب منك عشان ما نصعبش الدنيا إن كل دايرة من الدواير دي تساوي خمسة. شوفي بقى تحت معاكي اثنين، شوفي عايزة تحطي كام، تحت معاكي واحدة شوفي عايزة تحطي كام. بعد كده أنا هشتغل على التلاتة مع بعض، أنه تلاتة نديكي تشبيه كمان برضك تفتكري بيه. التلاتة بعتبر الواحدة الغرزة الخماسية على اتنين، في خرزة منها في النص اهي، باخد ضلع من الخماسية على واحد وضلع من هنا. طيب عشان ما تنسيش هشوف كده أنه فوق وأنه تحت، اه ده في غرزة واحدة تحت اهي، يبقى يمينها وشمالها، بعتبر اللي تحت ديت واحد واقف كده راسه اهيت رافع وشه للسماء، مع إن المفروض مكروه في الدعاء إن احنا نرفع وجوهنا للسماء. نرفع اكفنا اه، لكن وجهنا لا، رافع ايده الاثنين للسماء وادي راسه اهي، ايده الاثنين اعلى من راسه طبعا، فبيدعي ربنا. يبقى على الثلاثه دول هقفل، هحط كمان ثلاثه يبقى السداسي على ثلاثه، وبعد كده هشتغل رباعي على واحد واحط الايد. خلصنا منه خلاص، يلا نخش على اللي بعده. طيب ادي اللي بعده هنشوف فيه ايه هنا. طيب مطلوب مني دول سته، يبقى دول على طول 12، اللي جوه دول سته، يبقى من غير ما اعد دول 12، اربطي 12 واشتغلي خماسي على اثنين نفس ما انا اشتغلت هنا خماسي على اثنين، وبعد كده هشتغل رباعي على واحد، ده موديل تاني، رباعي على واحد لو عملتيه ده بمقاس سته بصوا، وده بمقاس ثمانيه، لو عملتي ده بمقاس سته هيبقى اصغر طبعا من ده. طيب رباعي على واحد، بعد كده خماسي على واحد، بعد كده الدور كله اهوت بصي هيبقى معاكي ازاي، سداسي على اثنين واحده اهي بصي تاني، وواحده خماسي على واحد. طيب هي بالتبادل؟ لا، لان انا اخده ضلعين دول اهو، بصوا ضلعين سداسي على اثنين، الخرزتين اللي قلت لك احمد ومحمد لسه قايلينهم، يبقى مع بعض هتبقى سداسي على اثنين، اللي جنبها برضو سداسي على اثنين، اللي بعديها هتبقى واحده فردانيه. لا طب انا قلت لك حاجه غلط، استني بس اصبري على رزقك، تليفون شتتني. انا هنا لما هشتغل العدد بتاعي تحت وبعدين رباعي على واحد، لما حاجه اشتغل اللي بعده هشتغل بالتبادل، هنا انا هشتغل بالتبادل عشان كده اداني التبادل ده فوق. طيب يبقى انا هشتغل هنا بالتبادل ايه؟ خماسي على واحد وسداسي على واحد، اهي شايفين دي خماسي ودي سداسي، خماسي سداسي لازم هيبقوا ثلاثه وثلاثه، خماسي سداسي ثلاثه وثلاثه، لان انا معايا ست دواير، ال 12 اللي تحت هيديني ست دواير، عشان كده اداني التبادل فوق. يبقى انا فوق هشتغل خلاص، انا عرفت الدور اللي هو اللي بعد الرباعي، خماسي على واحد وسداسي على واحد خلاص. طيب يبقى بعد كده هيديني مرتين سداسي على اثنين، اهو الاثنين اللي ماسكهم ام، والواحده اللي لوحدها اللي هي في السداسي هتديني خماسي على واحد. في ملحوظه، عايزه تقفلي هنا رباعي على واحد برده ممكن هتبقى حلوه، جربي، بس هتفرق معاكي فوق في العدد اللي بعد كده. ليه؟ لان انا اللي بعد كده لو قفلت رباعي هيبقى هنا مفيش الخرزتين دول، هيبقوا خرزه واحده بس، هتضطري فوق برده تقفلي ممكن رباعي على واحد. طيب هقول لك دوت، خلاص انا قفلت الخماسي على واحد وسداسي على اثنين مرتين بالتبادل، اهو خماسي على واحد وسداسي على اثنين مرتين، اللي بعد كده خماسي على اثنين، وبعديها عايزه تطلعي سداسي على اثنين هنا ماشي، انت براحتك، عايزه تدي ارتفاع للفانوس اطلعي سداسي، مش عايزه خلاص اقفلي، انا قافله سداسي على ثلاثه، ادي واحده وادي واحده والثانيه هي معاهم، وحطيت الايد، عايزه تيجي هنا بردك تحطي رباعي على واحد ثاني، عايزه تدي ارتفاع اعملي. طيب دوت خلاص الفيديو دخل في 10 دقايق، حلو كده، نكمل لكم دول في فيديو تاني، دول مع بعض.
ده خلصناه. فانوس الكورنيش ده جميل جدا، انا عامله برضو واحد كبير هحطه لكم في الفيديو الجديد. نلحق نقول ده ولا ايه الكلام؟ خلاص كفايه كده، هنكمل في واحد تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم